لقيتها نشرح الساس بس اخر المحاضره، يعني الساس بياخذ معنا ربع ساعه بالكثير. هنا طبعا مش هشرح لك كل الساس، انا اشرح لك الحاجات اللي بتلزمنا في المشروع، اما بعد كده بتنطلق لحالك. انا مالي تقعد بس اشرح لك وانت وانهر في صحتي على الفاضي. رسمي، رسميا بس مش رسميا كل شيء بدك تشرح فيها. نفس ما شرحت للجروب اللي فات. لا المهم زود لنا هلقيت حبتين. ازود لك 20 شيكل. طيب هلقيت ايش بدي اعمل؟ انا عندي ديف بالشكل هذا، والديف هذا 200 في 200 وماخذ خلفيه ماخذ خلفيه صوره يو ار ال اختين سلاش images last courses مثلا. الصورة ايش هاد يا راجل؟ لا يا راجل ماله، هقيت مش الصورة عشان اغلب اللي حضرت مع قناة. ركز عليه، ركز معي بس، بدي العرض 100% وبدي اخلي الارتفاع مثلا 400 بكسل، لان الصوره لو كانت اصغر ايش بدي يعمل؟ ايش عمل؟ تكرار. اوكي كيف بدي امنع التكرار؟ تاجي انا اقول له نو ريبيت صح؟ الان في عندي خاصيه لذيذه، بس خلينا نعمل بوردر برضه عشان تعرف حدود الدف. واضح يا برنس؟ برنس واضح. الان بدي اخلي الخلفيه هذه تيجي على قد، بدي لقيت انا مسموح لي اتحكم في عرض وارتفاع الخلفيه. تفضل كيف؟ الصوره ولا العرض وارتفاع الخلفيه؟ اه انا بعرف الصوره. اه بينفع لانه في مساحه بس بوكس بدي مش على حسب التصميم تبع الدفتر. صحوني كمان شوي. هجيت سؤال واضح، الخلفية هذه باك جراوند ايمج، الصورة اللي في الخلفية مش تاج ايمج، بينفع اتحكم بالعرض والارتفاع تبعها؟ بينفعش. بينفع هو منطقيا بالمخ بينفع، فراحوا ضافوا لي خاصية جديدة في السي اس اس اتري ان انا اتيح لي ان انا اتحكم في عرض وارتفاع باك جراوند سايز. هو ايش قال؟ جراوند ايمج سايز. باك جراوند ايمج سايز. باك جراوند سايز. فبقى في عندي خاصية اسمها باك جراوند سايز. اريد تضغط على سناك بين الكابتن لطا. باك جراوند ايش؟ سايز. بتاخذ اكس وواي عرض وارتفاع. لو قلت له 500 بكسل 400 بكسل ايش يعني؟ العرض 500 والارتفاع فيش طول يا راجل، ارتفاع هذا مستوى الدف الاولى. اعطيني جوالك لقدام هنا حطيه هنا بسرعه. هنا 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 لصاحبيتك. اتي اتي اتي. لا لا ما تسمنيش كثير. عدده 500 ارتفاع كذا ولا لا؟ طيب ممتاز. الان انا كمان ايش بعمل؟ بقدر اقول له مثلا 100% 100% ايش يعني؟ ما زبطتش صح؟ بس هو اخذ 100% بس هنا ماخذها بياض، فبتحس انه فيها مشاكل صح؟ مش كل الصور بتزبط. طب انا بديش استخدم الطريقه دي، في عندي طريقه ثانيه، في عندي طريقه اسمها كونتين. كونتين هذه بقول لك ان انا بعمل نسبه وتناسب، بهمني ان يكون ارتفاع الصوره حلو. بتعتمد على مين؟ على الارتفاع. بقول لك انا بظبط الارتفاع يا عمي بس ماليش في العرض، ان انا بعمل لك ارتفاع الصوره ان الصوره تكون واضحه، لكن العرض اللي دخل فيه لا. لكن في عندي اهم واحده الكفر. ايش باك جراوند سايز كفر بتعمل يا جاسم؟ ومن غير ما تضغط الصوره بس. بس ايش عيبها؟ انه لو كانت صوره صغيره بتبكسل، فانت فعليا انت عندك ديف عرضه عرض الشاشه، فتجيب صوره كبيره. فتعال مثلا نجيب صوره كبيره. حط اللي حد يتفكر هذا. هاي 600 في 1000 كويسه، مبدئيا كويسه. وايش اسم المشروع؟ كارول.
اوكي كورونا كورونا فيروس. هاي واحد. اول شيء خلينا نلغي الكفر، قص منها صح؟ طيب وانا منع التكرار المفروض تتكرر، لان لو انا قلت له كفر تم، لان لك لو زودت الارتفاع كمان ايش بصير؟ واضح؟ طب صغر انت الارتفاع وبدي اعمل فوكس على جزء الصوره، فبدي اجي اقول له باك جراوند سايز كفر. حاضر المحاضره الجايه ماشي خلاص وصلت الرساله. نيجي نعمل باك جراوند بوزيشن، فاكرين البوزيشن؟ هقيت لو كانت الصوره اكبر من عرض ارتفاع الديف هيك صارت اكبر صح؟ فبدي اعمل فوكس على السنتر، فباجي اقول له مثلا سنتر من اليمين والشمال، فبركز لي على وين؟ النص. هيك انت حليت مشكله ولا ما حليتش مشكله؟ فاي صوره ماخذه خلفيه، اي صوره ماخذه خلفيه اعطيها باك جراوند سايز كفر، بتدلع لي الوضع حتى لو عجيت على الريسبونسيف. بس انت ممكن على الريسبونسيف تقول له شايف كيف على الريسبونسيف تجالي كيف يا جاسر؟ هذه حقيقيه للخاصيه، فهذه ريحتنا كثير. طب تعال نعطيها كونتين، احنا قلنا الكونتين ايش بيعمل؟ بيهمه الارتفاع. تعال نشوف، شايف اخذ ارتفاع 100% ان الصوره تكون واضحه. العب وليش اجت في النص؟ عشان سنتر سنتر, سنتر. صح؟ ايش حقيقي. فالكونتين مش مهمه كثير، ولكن مين اهم وحده؟ الكفر. بس دائما هذا اعطيها امبورتنت، يعني غصب عنه امبورتنت. معناها لما تحط كلمه مسطره انا عارف علامه التعجب امبورتنت جنب اي خاصيه، يعني خدها غصب عنها. يعني ها الغي هذه والغي هذه، الغي اثنتين وقول له باك جراوند كلر ريد وباك جراوند كلر بلو، هياخذ مين فيهم؟ البلو. طب انا بدي اياه ياخذ الاحمر، بقول له غصب عنك خذ الاحمر. فكرة وبرضه كمان وظيفة. وضحت يا برنس؟ ايش الوظيفة الثانية؟ والله علمني. والله ايش وظيفتها الثانية بشرفة؟ والله ما بعرف، استنى يا عم ايش وظيفتها؟ شو؟ امبورتنت. بتقدر تعدل عليها الصبح. ايش؟ بتقدر تعدل عليها الصبح. كيف؟ اللي شرحتها اليوم الصبح؟ اه. غلط، ما لهاش دخل. لا إلها. يا من صلى على النبي يا راجل. هو هو حذر شوية بس هو فاهم غلط الموضوع. أجيت أشرح لك موضوع صعب بس ركز. افهمه صح المرة هذه. أجيته كلامه منطقي بس مش قادر أوصل معلومة. بس أنا فاهم يعني. والله ما أنت فاهم حاجة. أجيت أنا بديش أعطيها important. كفر عادي، هل أزبطت ولا لا؟ زبطت ولا لا؟ اعمل زوم إن زوم أوت شغالة 100% حبيبي، بدون ما تبكسل آسف، بدون ما يخرب شكل الصورة صح؟ حلو. هجيت الصوره لو انا ثبتتها، هذه الصوره لو كانت موجوده في السي اس اس، هجيت المبرمج بده يغيرها. هل ده غيره؟ ليش؟ لا مش ناخذ امبورتنت يا عم، والله ما لها دخل الامبورتنت. ما له صلحيه مو حل السي اس اس. انا ما بنسى هجيت في ستايل في اس تي ام ال. خلينا نوصلهم المعلومه صح. انت كلامك حقيقي 100% بس خلينا نوصلهم بطريقه حقيقيه لهم. اجيت لقيت يا جاسر المسار هذا، اجيت لما اسلم المبرمج الموقع مش بدي يغير الصوره من لوحه التحكم. صحيح. اجيت لو انت خليت الصوره هذه في السي اس اس كيف بدي اغيرها؟ لانه ممنوع يكتب بي اتش بي داخل السي اس اس، فلو هذه انا شطبتها بالشكل هذا شلتها وحطيتها ان لاين ستايل في الاتش ام ال وشلت النقطتين سلاش، نفس الشيء بس الكفر راحت لانه هذه ان لاين وهذا كلاس، فقال لك الكفر بتشتغلش في الحاله هذه، اعطيها امبورتنت عشان تشتغل غصب عنها. في نفس الوقت يبقى انا اعطيت امبورتنت عشان الكفر تشتغل. وهنا انا خليت لقيت بما انه الصوره اجت في الاتش ام ال، معناه المبرمج بيقدر يعمل اكسس عليها ويغيرها. فمن هنا طالع الباك جراوند الايمج دائما نخليها ان لاين ستايل. تفضل. طب ليش اكتر انا؟ ليش اكتر؟ ليش اكتر في الصاله؟ على قد المسار بس. بعدين بحط في السي اس اس هي هي. صح؟ واضحة؟ شرحنا الاوبجكت فيت احنا؟ لا. ولا لابس اليوت. ماشي بنشرحها في الموقع العملي. ايش لابس اليوت يا عم؟ شرحت لكم اياها الصبح. شرحت لكم الزد اندكس. لا بقول لابس اليوت كمان، مش عارف ايش هو.
لا لا حاجة ثانية. ابشي على ورا، ريح راسك، استكان ياس، شرحته بس انك ما شرحتوش. واضح الكلام؟ طيب انا الان ايش بدي اعمل يا صاحبي؟ بدي اعمل خلفية مش صورة. ايش هاد؟ بديش اعمل خلفية صورة. بديش اعمل خلفية له. لا من خلفية تدرج لوني. تدرج اللوني عبارة عن ايش؟ لونين او ثلاثة. باجي بقول له باك جراوند كالر وبحط الالوان صح؟ ها ايش بقول له؟ ايش رايك؟ تكون صورة. تعرف ما بتعرف ايش؟ لما تعرف ناس جربتها قبل ايه؟ هجيت الباك جراوند كالر بنفعش تعطيها اكثر من لون. فبنستخدم باك اللينير جريدينت بنسميه الشغلش اللي مع الباك جراوند ايمج، يعني بعتبرها صوره. فباجي بقول له لينير جريدينت الشكل هذا وبحدد الزاويه، بقول له مثلا تو رايت تو ايش تو رايت زيك، يعني لقيت الالوان كيف هتكون رايت من الشمال لليمين لليمين، وبعدين بعمل فاصله، بعدين بحط اللون مثلا ريد جرين مثلا يلو، فيعمل لي خليط بين الثلاث الوان الى اليمين. لوان ايش؟ شو دخل النعومه؟ يا عمي يا الله دزك الالفا يا عمي، خربت لنا الولد يا راجل، يعني فيش تناسق بين الالوان يا عمي. انا قاعد بديك مثال هنا، انا مش جاي اخليك تحترف تناسق الالوان، مش جاي اعلمك يو اكس يو اي. انا قلت هو ايش قصده؟ مثلا تعمل ريد بعدين تعمل ريد، بس الريد مثلا هذا يكون مثلا بالشكل هذا. مش رسام انت ريد مثلا تمام، وتخليه مثلا اغمق او مثلا 150، ونفس الفكره او مثلا 200، ويعمل اللون الثالث احمر برضه لكن اخف شوي، فبده تناسق بالالوان. جاسر جاي حقق حلمه عندي بالشكل هذا، هو قصده زي هيك يعني، شايف من فاتح للغامق صح؟ زيك بدك؟ اوكي اكيد ان شاء الله تحط الالوان اللي بدك اياها. واضح يا برنس؟ الله انك حقيقي. طيب انا حابب اعمل ريد وجرين مثلا واشيل اليلو، لونين بنفع؟ بنفع. بنفع اخلي التوتوب مثلا؟ طب بنفع اقول له شيء مثلا، اقول له بزاويه 40 ديج؟ 40 ديج. لا هذيك الراديال جريديانت مش لينير جريديانت. الراديال مش مستخدمه كثير في الموضوع، بتصير دائره. بدل لينير جريديانت في حاجه اسمها راديال جريديانت. تمام؟ وفي الاكس دي انجولار جريديانت. ايوه. جايك في الحكي. والله كنت اشرحها لك. بس سبحان الله الشيطان تبعك اللي متمسك فيك مستعجل. والعجله من الشيطان. الان هو ايش قصده؟ لقيت انا عامل احمر واخضر، انا حابب نسبه الاحمر يكون 20%، فبعمل مسطره جنب اللون وبقول له 20%، فبياخذ الاخضر مثلا ايش؟ ليش اخذ ايش؟ بقول له مثلا 80 عشان الزوايا، شايف كيف؟ فانت بتصير تحدد ايش؟ طبعا لقيت فكره الزاويه ما كملناهاش، انا بدي اياها بزاويه 40، فبيعمل لك زاويه هذا اكس وواي وزاويه. فهي بتاخذ زاويه وبتاخذ تو رايت وتو توب وتو بوتوم وتو ليفت. وبتاخذ نسب مثلا بدي 50%، فياخذ الاحمر قديش؟ 50% وكذا، بس عشان انه زاويه احنا ممكن نقول لو عملنا مثلا تو رايت اعتقد هيصير 50 50 بالشكل هذا. بس ليش هيك انت؟ يا عمي لا هي اخذت 80، طب ليش ما اخذتش ال 50؟ تعال نقول له 10، المفترض دي ياخذ 10 بس والباقي يتوزع على اللون الثالث. بس احنا ممكن نعمل 10 ونيجي جنب اللون الثاني نقول له 90 مثلا، يمكن عشان ما اعطيناش الثاني، وهكذا. فبتصير مثلا ايش تلعب بنسبه تناسب ان انت مين بدك اللون اكثر من اللون. تمام؟ هذا علم ادفانس شويه في اللينير جريديانت. واضح يا برنس؟ فبتصير تعمل مسطره جنب اللون وتحدد نسبته، فبتصير تلعب في القيم لحد ما يزبط معك. واضح يا برنس؟ برنس واضح؟ برنس بتشرح خلص. مش انا هيك خلصت تقريبا، بس بدنا ناخذ خاصيه ثانيه حقيقي. لسه الدوره الثانيه على 1:30، يعني براحتي.
ما حسيت ضرب. انت تعبان؟ الله ان شاء الله يا رب تضل تعبان على طول. انا عندي ايمج ايمجز انا حر انا وياه. مش من قلبه بدا، من رجلي بدا. هاي صوره حلو شايفها؟ شوف الحركه اللي قد اعملها تعجبك كثير. البنات بيحبوا الحركات اللي زي هذه. هاجد في عندي خاصية في السي اس اس ايش اسمها تري، اسمها فلتر، وغالبا ما بتشتغلش الا مع الصور. عرفتها؟ يعني ما اشرحهاش؟ فلتر سي اس اس 3. ففي عندي بيجي موقع الموزيلا اللي هو الام دي ان، فبشرح لي اياها. شايفين هذه؟ بقول لك هاي الصورة الأصلية، هاي الصورة الأصلية بدي تصير مغبشة زي هيك. فقال لك في عندي خاصية ايش اسمها؟ فلتر. فلتر اسم الخاصيه فلتر. فباجي للايمج وبقول له لما اعمل هفر مثلا الايمج العاديه خلي لي الفلتر تبعها اول نوع منه بلر اللي هو الضبابيه، وقيمه الضبابيه قديش، فتلاقي الصوره اجت عليها الضبابيه. يا الله لما تم عليها مثلا هفر بتكون ضبابيه. بدي اجي اقول له مثلا ثلاثة اكيد ايش بدي اجي لما اعمل هفر عليها اخلي البلر قديش؟ صفر مع الترانزيشن سوينج فاهم. طيب في عندي كونستراكت اللي هو التشبع اعتقد نسب مئويه بياخذ، فانت ممكن تعمل هنا صوره انه التشبع تبعه 200%، فاول ما تفتح الصوره هتلاقيها اختلفت. شايف كيف؟ ولما اعمل عليها هفر تصير مثلا 150. شوف عيب، شغل عيب واضح. في عندي كمان الجري سكيل اللي هو الرمادي، فممكن اقول له انا جري الفلتر جري سكيل 80%، ولكن لما اعمل هفر يصير مثلا 10%. ففعليا بتكون اول ما تظهر الصوره بتكون رماديه، حط الناس بتصير حقيقيه ترجع لوضعها. حلوه هذه صح، لذيذه كيوت. في عندي اللي هو الالوان المتخلفه زي هيك مثلا دروب شادو وبسايد ايش عمى الوان. انا عندي عمى الوان بالابيض والرمادي، بحس الابيض رمادي والرمادي ابيض عادي. كل الناس عندهم عمى الوان على فكره. ممكن انا في لون بشوفه بنفسجي في الليل انت بتشوفه اسود. اوف والله العظيم بس ما حدش يدوب عليه لانه كلنا مرضى في النقطة هذه يعني. وخصوصا اللي عينيهم ملونين بكون عندهم مرض عينيهم لانه لون العين فهم علي معناه مرض. احمر وازرق واخضر ايوه يا سيدي. في اي سؤال؟ العسل؟ لا العسل ايش هي؟ طب ممكن اعمل انا بالبوزيشن واعمل دف وجيب البوزيشن واعطي للدف اللي ورا اللي هذا البلاط كيف؟ والله حطيتها في راسي تعال نجربها مع بعض. حسك ابوي انا مش عارف ابوي في القبر ميت اقسم بالله وحياة ربي ابوي ميت ورب مات وانا عمري سنتين يا راجل الله يرحمه كذا شيء مش عارف انا ايش انهي يا راجل ايش في يا بنت هو متضايق تعال نعمل شبه سلسلة اقسم بالله محترمة تمام هاي ديف اول وفي مثلا ديف اسمه كونتنت حلو حلو الكونتنت هذا فيه اتش 1 انا الفكرة حابة اعملها بدي اجربها والله ما جربتهاش قبل ايش ايش ارحمني يا راجل وحياة رب تحسه بصر كيف. الو الو بكسر الجوال كسر بكسره هلقيت انا في عندي اب وايش الو تعال على الاب اللي هو الاول احنا بدنا نجرب دير بالك يعني هو من اول مره ممكن ما تزبطش بس انا عندي تخيل ثاني لها لقيت احنا نجرب الطريقه الاولى زبطت ما زبطتش بنخش على الطريقه التخيل ثاني اللي هو الذكاء الصناعي اللي في مخي لانه اجتني فكره جديده لقيت بس بديش اطبقها مره واحده عشان مش هتفهمها بس عشان بصراش دخل في عين انا فبدي اجي اقول له اول شيء بوزيشن ريلاتيف عشان هو الاب وبدي اعطيه مثلا
باك جراوند مثلا اسود. حلو، هذا مين؟ الاب. ايش ها؟ لون الخاط عشان مطاوله. اي لون الخاط والله لذيذ. الاول ايش في عندي؟ كونتنت، صح؟ الكونتنت هذا بدي اخليه يجي على قد ابوه. بدي اقول له بوزيشن ابسوليوت، التوب صفر، ليفت صفر، ويدث 100% وهاي 100%، صح؟ وبدي اعطيه باك جراوند ريد. ايش هذا؟ بس لاضربك يا راجل، بس لاضربك يا راجل. بدها سويت، بدها سوينج. هاي الاول يا عمي، بس ليش هيك؟ مش مفروض يجي على قد المحتوى؟ ما انت مددته عرض اكبر منه. لا ما بدتش عرض ولا شيء. طب ماشي، بس لا تبعك يا راجل. حلو، انا اعطيت الاب 250 وخليت الابن نفس ارتفاع ابوه، صح؟ حلو. طب احنا ممكن كمان ما نعطيش ارتفاع، ممكن نعطيه بادنج وخلص 50 بكسل. يا عمي في فكرة بدي اعملها في راسي يا راجل. ليش انت هيك يا راجل؟ طب ليش مش راضي ياخد يا الله. هنقول له مثلا معلش دجاجتك قد من شغله، هاي 400 بكسل. حكيت ليش الاحمر جاي فوق؟ لانه حكيت لو انا جيت قلت له ار جي بي ايه 255 0 0، وبعدين ايش دعمت مثلا نص، هتلاقي فوقي، صح؟ لانه فاهم عليك. وهلقيت الكلام جوا، هلقيت انا بدي اعطي للاب اللي هو مين؟ الفلتر بلان. اجي اقول له مثلا 2 بكسل، الكلام اتاثر، صح؟ بس هو جاب كل شوي، بس كل شيء جوا تأثر. سوري يا راجل، يا الله. الاب كله الجيب كله يعني. فانا ايش بدي اعمل؟ تعال نشوف، نخش على الذكاء الصناعي اللي عندي. بدي اروح اعمل ديف ثاني واعطيه كلاس فلتر مثلا. حلو، واجي احط الكونتنت هذا جوا. حلو الشكل هذا، واجي انا ما اعطيش الفلتر للاول، اعطي الفلتر للاول اللي هو مين؟ الفلتر اصور بس بوزيشن ابسوليوت. يا عمي هي 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 هي، وتوب صفر، ليفت صفر، باك ويث 100%، صح؟ وهاي 100%، وباك جراوند مثلا اسود. هيجي فوقي، تعال ادي بلار. اخذ. طب هذا ليش اخذ؟ ايش الفكره بتاعتك؟ صور بس يا راجل، فكره كندريه. يعني انا اعطيت البلار للفلتر اللي هو الفاصل بين الاب والابن. اكيد انا الابن بديش اياه ابسوليوت، صحيح؟ برضه نفس الفكره، فكره انا عملتها والله. لا ايوه، زد اندكس 2 وهذا زد اندكس 9 مثلا على الفاضي. طبعا ايش الفكره بتقول؟ اجيت افهمك انا، يعني هذا 2 والكونتنت 9 مثلا، هذا بالشكل هذا على الفاضي. حتى لو كان البلار بيطبق على الابناء، هو عشان تكون فاهم بدي افهمك شغله. بس اجيت في الاصل هو الفلتر للصور، فعشان كده هنا مش راضي يزبط الا بي، يعني بيطبق عليه وعلى ابنائه. لكن انا مره عملتها في عنصر، عملت الخلفيه وعملت ديف ثاني وطلعته فوق. بس انا في عندي فكره اقول لك ايش هي. هجيت صلى على رسول الله، لكن الذكاء الاصطناعي بلش يشتغل. شايف الكونتنت هذا؟
بطلعه برا الهول كله. حلو؟ وباجي هنا وشيل الزد اندكس القرف يا راجل. وهنا في ضبابيه فوق، هنا بس مثلا نخليه ابيض مثلا. طلع فوق الكلام خلص. بس المفترض يكون في ضبابيه عندي هي مثلا. 5 بكسل مبين؟ ضبابيه صح؟ لقيت انا هذا الفيش عندي اول كونتنت. الروز كتمنا. الله كتل ابونا. يا عمي ايش في؟ شيل البوزيشن ابس الزفت هذا. حلو هاي الكونتنت. حلو؟ الضبابيه وين؟ الآن تعال مثلا نعطيه مارجن بالسالب، سالب 400 بكسل. يا عمي ماشي حاضر والله حاضر. الله هو اكبر. هي لا هي بدها فكره بس انا مش مستحضرها حاليا. يعني انا بدي اطلع يعني بدي اعمل هذا منفصلين عن بعض واطلع هذا فوق، فاهم علي؟ يعني بدل ما اعمل ديف خلي الديف واعمل البلار للافطار. لا تعطيه وانتو هذا 100%. تعال ها برضو فكرة حلوة. هاي انا عندي اب وكونتنت وامسح هذا كله. حلو؟ هاي بالشكل هذا. ايش بدنا نخلي اللون مثلا تبع الاول جواه كونتنت صح؟ نيجي نقول له كلر ابيض. حلو؟ لقيت انا الاول بدي اعمل له ايش؟ هذه هي طبعا هذه بوزيشن ريلاتيف، هذه بدي اقول له كونتنت ونيجي نقول له بوزيشن ابسوليوت توب صفر ليفت صفر ويد 100% هايت 100% ونعطيها البلار صح؟ الشكل ده هتظبط. يا عم حاضر يا عم هاي خلفية بيضة. الله أكبر. لك ساعة جننت أبونا هي نفس فكرة على فكرة. شربنا في الساس أعوذ بالله. ايش بصير ربهان مش فاهم. طب ليش الكلر مش ماخذه؟ ما أي فوق يا عم أنا عاملها استنى. اسكت يا راجل أعوذ بالله يا راجل. أنا عاملها في صفحة من صفحات الوزارة. عيب يا زلمه بدي عنك موثقت. انا بدي اعرف ايش ليش مش هتظبط. هي انا عارف ليش مش هتظبط لانه دير بالك الفلتر تشتغلش الا مع الصور البلر. بس في طريقه ثانيه. تعال مثلا شوف مثلا اي صفحه. مش عارف انا ايش الصفحه اللي عملتها. يعني لازم التتاوب تبعك يطلع في الفيديو. مش فاهم انا فيش عندك اي والله ما انت عاملها. اقسم بالله عاملها. لا والله عاملها. اصبر يا راجل والله عاملها. بس انا مش عارف اي صفحه. تعال نشوف الصفحه هذه. هيا ليش عاملها؟ مش عاملها شيك قصدك؟ فانت شفت انا بقول لك بتنعمل زي هيك. بس هي تعال نشوف كيف احنا معموله. هاي ديف هاي الديف هذا الكونتينر ماخذ هنا نيو بوزيشن ريلاتيف. ايوه ماخذ باك جراوند ار جي بي اي نفس اللي انا عامله وفلتر.
باك الدروب فلتر خاصية تانية. يبقى أنا كلامي صح إنه الفلتر بشتغل مع الصور، في خاصية تانية اسمها باك الدروب إيش فلتر. خلاص نفس شغل اللي أولاني بس بدل بلار باك الدروب فلتر للكلمات هذه. بس والله هيك يا رأي مالك فيش ثقة؟ هفرجيك أكواد الأصلية عندنا. أنا أول ما شفت ترتيب الأشياء ما إيش؟ على السريع. وضحت يا برينز؟ أكيد. أخذنا تعلمنا مع بعض. لو أنا نسيها والله مش جاي على بالي الصراحة. باك دروب فلتر. فخلص أنا حققنا حلمنا. بذكرك فيها المحاضرة المفيدة. لا لقيت الساس. لا الساس أنا هاتينا. لا لا لازم. أعوذ بالله. لا 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 لا. والله هيا اخذ الشكل هذه النعم. طبعا احنا مش هنعملها للافتر والبفور، فاهم علي؟ احنا هنعملها، هنعمل ديف فاصل بينهم ونديه الكلام هذا كله، فاهم علي انت؟ والله طب وين باي استنى بس طب انا عارف انا وصلت بس انا بدي اجرب هالشغله يا راجل. اسمعي بس بعصب هالجيل هالجيل. انا مش مطلوب مني اشرح لك ساس، مش مطلوب مني اشرح لك ساس. شو مش مطلوب؟ والله ما هي مطلوب. انت اصلا انت بتشرح على بدك اياه اللي بدي اياه. يعني انت قلت لنا ساس من اول محاضره ما صارش في الكلام هذا كله. مبسوط جدا بس هلقيت شايف انت هادي؟ لو في صورة للأول بدل السواد لا يا عم انا والله بتمسخر، انا لازم اكون ايش يعني جاي في المود، فاهم علي؟ صار مش فاهم انا حقيقي. وين المشروع؟ ايش؟ ايش كنترولر؟ ايش اعمل هالجيت؟ هاي فوق 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 اول واحدة اول واحدة هاي حقيقي. طب ليش مش راح تظهر الصورة؟ يا عم هذا الاب مالوش دخل. يا شيخ والله العظيم انك حقيقي. بس هي نفس المبدا دير بالك. بس هو دبك ملخبطه هيك، انا مش مركز شوي. بس المهم فهمتها بالله عليك احلف. يبقى احنا بنشتغل في خاصيه ما لناش دخل فيها الا الخاصيه هذه. فالمهم احنا قديش نعمل؟ تعال نشرح الساس على السريع ونشرح المره الجايه. المره الجايه هي مش هتاخذ غير ربع ساعه. شو المره الجايه؟ ايش بدك يا احمد؟ امور ايش بدك في الشباب؟ قول لي زلمه ايش بدك نشرحها؟ نفسك نشرحها؟ اقسم بالله ما نشرحها.